تمام. انت قول للعميله شعرك ينفع نعمله بروتين، وامتى نقول شعرك مش هينفع نعمل فيه بروتين؟ حلو قوي السؤال. اولا اول ما تدخل عميله لازم ابقى اثبت لها ان انا بروفيشنال، فاسالها الاول حالتها المرضيه والصحيه، لازم اعرف عندها انيميا، عندها اي بوادر صلع وراثي في العيله، عندها حمل او ولاده لا قدر الله طالعه من مرحله سقوط، لازم اثبت لها ان قد ايه بروفيشنال في المعامله معاها عشان اقدر افيدها واميز لها هي محتاجه ايه. تمام. لو ظهر عندها اي مشكله مرضيه ممنوع تماما ان انا ابتدي احط لها اي احماض بروتين على شعرها، ممكن ابتدي استخدم لها فيلر او بوتكس، والحاجات دي كلها احنا بنستخدمها على البارد تماما بدون اي حراره. نصيحتي النهارده لاي عميله لو دخلتي عند اي بيوت سنتر وحسيتي ان الكلام مش بروفيشنال، معرفش مدى صحتك ايه، ما تتعامليش معاه، لان هو ممكن يكون حابب ان هو يبقى عنده عميله وخلاص اعمل لها اي حاجه. عايزين نطلع كمان بره فكره الصندوق القديم اللي هو كل الاساطير بتاعت زمان، المنتجات بتاعت البروتين اللي هي زي ما انت عارفه بدون اي اسامي، المنتج المعروف قوي اللي كلنا بقينا حافظين، ندخل عند اي بيوت سنتر نلاقيه. النهارده انا بقيت مميزه عشان خرجت بره الصندوق. بعد اذنك بقى، اتفضلي يا سلام. العميل داخل ما تمام. يعرفش يفرق ايه المنتج الحلو المنتج اللي مش حلو، ما يعرفش يعني ايه موضوع احماض امينيه، ما يعرفش يفرق ان في معادلات ما بين حاجه ما اسمها بي اتش، اوكي. ما يعرفش شعري انا ينفع ولا ما ينفعش، اللي هو لا انا شفت دعايه وشفت منتج بيفرد الشعر فانا فرحانه بده فعايزه اروح اعمل. هنا بقى انا عايزه اخليكي تتكلمي مع العميل بشكل مباشر، تمام. وتقولي له 1 2 3 لقيت في يقدر شعرك يميز. لقيت شعرك كذا، لا شكرا ما تجيش. اوكي، حلو قوي السؤال دوت، وفعلا دايما بيتطرح عليا الحمد لله في الفتره الاخيره. كلامي النهارده للعميله، لو شعرك فيه اي نوع من انواع التساقط سواء مرضي نتيجه حمل او ولاده او اي ضعف في صحتك، نو واي انك تعملي بروتين على شعرك مجيش خالص.